اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. دريجن 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 دندن دريجن 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 دندن دريجن 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 دندن تيرين دريجن 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 دندن دريجن 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 دندن دريجن 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 دندن تيرين. يلا اولاد كفايه عليكم كده بقى، النهارده اول يوم اصلا تركبوا فيه الحصانه وبهدلتوا الدنيا، بقالكم 3 ساعات فوق الحصان. ماما احنا مبسوطين قوي، مش عايزين ان احنا ننزل، بجد احنا مستمتعين جدا بالحصان الفظيع ده. يا ماما خلينا قاعدين راكبين عليه كتير قوي. ماشي حاضر يا اولاد، انا مبسوطه منكم جدا النهارده، انتوا اتعلمتوا كتير قوي، وتعالوا نلعب بكره الصبح مع بعض تاني. روحوا بقى اتفضلوا رجعوا الحصان في الاسطبل بتاعه. اوكي حاضر يا ماما، هنرجع الحصان. شفتينا واحنا لابسين البرانيت على دماغنا؟ شكلنا جامد قوي. اهو دخلنا الحصان تاني في الاسطبل. بقول لك النهارده كان يوم تحفه، صح ولا ايه يا كريس؟ كان يوم جامد قوي يا لينا، انا انبسطت جدا النهارده. عايزين بقى نقعد نجري بالحصانه دي كل يوم ونطلع عين ماما، تقعد بقى تجري ورانا وتخاف علينا بقى عشان احنا راكبين الحصانه، فاكرنا ما بنعرفش نسوق، لكن احنا جامدين قوي وهنكسر الدنيا. وهتيجي بكره بقى ان شاء الله هننط فوق الحواجز وهنعمل شو غريب غريب غريب. طبعا يا كريس انت هتقولي هلاقيك طاير كده انت والحصان في الهوا، طبعا ونازل على وشك وانا ماليش اي دعوه بيك، وهقعد اضحك وهصورك وهنزل الصور على الفيسبوك. يوبا يا لينا دايما كده تقعدي تحرجيني. المهم ان احنا جامدين قوي مع الحصانه بتوعنا. يلا بقى نلحق نروح عند ماما عشان نتغدى. ماما احنا انبسطنا جدا النهارده في ركوب الخيل، انا عارفكوا هتكونوا ان شاء الله فرس جامدين جدا لما تكبروا، فرسان قصدي جامدين جدا لما تكبروا. اتمنى اصحابي يكون الفيديو عجبكم، بليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.